إذن أحبتي المشاهدين، يعني سنبقى معكم طيلة الدقائق وطيلة الفترة المقطية أو المقبلة في تغطيات خاصة عن يوم الاقتراع العام، هذا اليوم المهم في تاريخ كل العراقيين، إنه يوم العرس الانتخابي الكبير. أيضا سوف نستقبل مشاركاتكم ونستقبل آراءكم ومقترحاتكم ومداخلاتكم عن هذا اليوم التاريخي المهم. وأريد نعرف اليوم راح تطلع تنتخب يا مواطننا الكريم أو راح تبقى ببيتك وما تذهب إلى صناديق الاقتراع؟ إذا تطلع ليش؟ وإذا تبقى ببيتك أيضا نريد نعرف السبب، لكن أنت اليوم الحكم والكرة بملعبك من أجل اختيار الشخصية الكفوءة القادرة على قيادة المرحلة المقبلة وأخذ بيد الشعب والعراق بشكل عام إلى بر الأمان. أحبتي المشاهدين، سوف نتطرق إلى فقرات ومحاور هذه التغطية عبر برنامج انتخب صح، ولكن بعد هذا الفاصل خلوكم ويانا. أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين، وهذه التغطية الإعلامية الخاصة المباشرة التي تجريها قناة صلاح الدين الفضائية اليوم عن يوم الاقتراع العام. وأرحب مرة أخرى بضيفي العزيز الناقد الأستاذ فرهاد دزيف، حياك الله من جديد أستاذ فرهاد. يعني العراق اليوم يعيش حدث تاريخي مهم، عرس وعرس انتخابي، وهي طفرة في حياة العراقيين ستكون لمدة 4 سنوات المقبلة. فقبل ما نخوض في أعماق وحوار تغطيتنا أستاذ فرهاد، نريد أن نسمع منك كلمة إرشاد توعية إلى المواطنين، تحثهم أو شلون تقدر تحثهم اليوم للذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية للأخوة في قناة صلاح الدين والقائمين عليها. تحياتنا لك. نرجو الله تعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة الشعب العراقي. لا شك أن الانتخابات عملية، تعتبر عملية تغيير نحو الأفضل والأحسن. طيب. وهذه الانتخابات تختلف عن سابقتها، لذا نوجه كلامنا للمواطنين زين للتوجه نحو صناديق الاقتراع، ونوجه كلامنا للسياسيين لأن الأنظار العالم دوليا وإقليميا ومحليا تتجه نحو العراق. طيب. لو حصلت لا سمح الله أي ثغرة أو أي عملية غير مدروسة للانتخابات ستكون وبالها كبيرة على العراق. طيب. وسمعة العراق ستكون في محك، لأن العراق حضارتها تعود لأكثر من 14,000 سنة وقدمت 10 إمبراطوريات للبشرية، لذلك عليهم أن يضعوا العراق أمامهم، صورة العراق أمامهم، وعلى الناخب أن يروح أن ينتخب إذا كان يريد التغيير، ونحن منذ سنوات نقول نريد التغيير تغيير زي. فحان الوقت للتغيير، لأن القانون الأخير للانتخابات يعطيك الحق للتغيير. أستاذ فرهاد، أنت قلت أنه هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها، راح أخذ الجواب من جنابك لكن بعد هذا الاتصال. ومعي اتصال محمد من الدجيل، حياك الله أخ محمد. ألو. ألو، تفضل أخ محمد، أسمعك. أخوي العزيز، هي شغلة الانتخابات. أي نعم، تفضل. شلونك أستاذ؟ يا مرحبا أخ محمد، تفضل. راح تطلع تنتخب اليوم، راح تاخذ اهلك وناسك واحبابك، تروح تغير لو راح تبقى بالبيت قاعد يا محمد. الانتخابات يا اخي هو احنا نروح ننتخب، نريد تغيير. زين هذا التغيير شلون يجي يا محمد؟ التغيير يجي من خلالكم انتم المواطنون، من تطلع تروح وتدلي بصوتك وتخلي صوتك امانه، وهي صوتك اكيد امانه بالدرجه الاولى، وتنتخب الشخصيه الكفوءه القادره على 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 قياده المرحله المقبله. هذا التغيير يجي من خلالك يا محمد يا عزيزي. لا
ويا يا محمد، يعني ارجو انه تبتعد شويه عن التلفاز على مود الصوت لا يعني يكون بشكل واضح. نتمنى انه يعاود الاتصال ويانا محمد ونشوف رايه بالانتخابات راح يطلع او لا. استاذ فرهاد، قلت الانتخابات تختلف طبعا، شنو الاختلاف اللي بيها؟ الاختلاف باي محور باي نقطه باي الاختلاف مرتكز؟ طبعا في انتخاب اولى الانتخابات سنه 2005 كانت العراق كلها دائرة انتخابية واحدة. طيب. ثم الانتخابات العشرة و2014 و2018 كانت العراق تحول إلى 18 دائرة انتخابية. الآن لا، الآن قسمت العراق إلى 83 دائرة انتخابية ومناطقية. يعني المجال التزوير أو التجاوز صعب، خاصة لو شاركوا بكثافة. والأخ يعني يقول في دجيل يقول لي التغيير، يدري أنت قاعد ببيتك وتريد التغيير، إيه لازم حركة يعني، وقل اعملوا فسير الله عملكم، أنت غير تشتغل خو ما حد قاعد بالبيت يعني يجي لا. وأيضا يعني يعني أنا قريت في، إن شاء الله أكون أنا مخطئ، قريت في كلام الأخ محمد طيب انه قاعد بالبيت ونريد تغيير، انت شلون تغير اذا ما تتحرك واذا ما تاخذ اهلك واذا ما تعتبره واجب واجب وطني تروح تنتخب؟ نعم. اكو عدم ثقه من خلال كلام خلينا نقول محمد او الموجودين اليوم في المجتمع؟ اليوم ماكو ثقه بين المواطن وبين الطبقه السياسيه، شنو السبب؟ الانتخابات ما لها علاقه بالثقه بين السياسي، انت تروح تنتخب. قلنا هذه القانون الجديد لهذه الانتخابات تختلف عن سابقتها. هذا يعني المجال التجاوز والتزوير ضيق، صح؟ في كل انتخابات تحصل تزوير، لكن في هذه الانتخابات بأرقى دول العالم موجود التزوير. طبعا بعدنا بالمرحلة التمهيدية على الانتخابات، لدينا مثلا آلاف الناس الجايين من الصحفيين والمراقبين من جميع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأمريكي، حتى من كوريا من اليابان، لا تخلو لا تخلو نهائيا. لكن هذه المرة صعبة يعني تحصل، لكن أقول نسبي، نقول نسبة التزوير أقل هذه بكثير. الدورة نعم. لذلك أخي محمد وغير محمد ناشر يعني ما أنت قاعد بالبيت نريد تغيير، يعني تغيير. راح أجي أفصل نقطة نقطة مع جنابك فيما يخص نعم. دور المواطن في التغيير. لا نرجع للانتخابات. نعم أنا عذرا معي اتصال الخبير القانوني الأستاذ إبراهيم العزاوي، حياك الله أستاذ إبراهيم. اهلا بك سامي العزيز، اهلا بك وبرعاية صلاح الدين وبكادرها الطيب الراقي وبجنابك شخصك الكريم. تحياتنا لك استاذ ابراهيم. اليوم نريد نعرف يعني دوركم كقانونيون وكخبراء ولكم بصمة اليوم في المجتمع، شلون تستقرأ معطيات اليوم العملية الانتخابية يوم الاقتراع العام يا استاذ ابراهيم؟ تفضل. أشكرك سادة العزيز مرة ثانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. حقيقة الانتخابات بصفة يعني بصفتها الحقيقية هي شيء راقي جدا، نعم، ينم على أن وجدت حضارة على حضارة. طيب. هاي وجد. واليوم أنا الآن أتحدث وأنا في مركز الاقتراع، جيت حتى أنتخب، فلقيت الناس أكو إقبال وأكو تلهف، بس اكو شبه الظاهره هسه حدثت قدامي للاسف، احد المحطات توقفت صار اكثر من نص ساعه، هاي طبعا تاثر على المواطن. شنو السبب؟ شنو السبب استاذ ابراهيم؟ سيما نحن في ساعات الصباح الاولى يعني من الاقتراع يعني العام. الصباح واجت عوائل ونساء وشيوخ وانا طيب. والنخبه رقم واحد رقم اثنين متوقفه لربما بعد لحظات او ثواني او اكثر ان شاء الله تنقل. لكن الملفت للنظر والمريح انه يوجد هنا هدوء كامل، لا توجد اي فوضى او اي تدافع او كذا، كل واحد يجي على الباب ماله بصوره صحيحه. وبلغني ما اعرف مدى صحه المقوله انه صاير تغيير بالموظفين الاقتراع ليله امس. ليش هذا التغيير؟ طبعا ما اعرف يعني هذا تغيير لربما في يعني اهداف في اي منطقه انتخابيه غير انا اراها غير نظيفه حتى ولو كان هذا يحسب عليه. زين كخبراء قانونيون يعني استاذ ابراهيم ما عرفتوا شنو السبب ليش هذا التغيير المفاجئ بين ليله وضحاها في هذا الكادر المهم؟ كحقوقي نعم. انا ارى ان هذا التغيير هو يغير لصالح ناخب معين جهه معينه. زين ربما هذا الناخب
زيد من الناس وجد ان الكادر الموجود في هذا المركز طيب. لا يعني لا ينطعون اليه بالولاء التام او لربما فيحاول ان يؤثر على المفوضيه ليس بهذا السبب بل باسباب اخرى ينتحلها ويغير المراقبين او المشرفين على المحطات، ولكن هذا لا ان شاء الله لا يؤثر على ثقه الناخب بنفسه ان كانت هناك ثقه للناخب بنفسه لا يغير. يعني هذه النقطه اللي اريد اتحاور بها مع جنابك استاذ ابراهيم، يعني شلون شفت المواطن اليوم نسبه المشاركه، الوعي، الادراك، الدرايه مقارنه مع الدورات السابقه؟ ومثل ما نعرف اليوم الكل تطالب بالتغيير يا استاذ ابراهيم. الحقيقة الموجودين أمام يعني هسه أمام طلعت من الغرف مال الانتخابات طيب. وأشوف المواطن طبعاً وماكو إقبال، يعني ما عندنا ذاك الوعي التام الوعي الديمقراطي التام. نحن في المراحل الأولى لربما طيب. في الحبو بالديمقراطية وإلا ما احتاجنا إلى هذه الدعايات الكثيرة وهذه الصور، لأن يعني المواطن يعرف نفسه وين وشلون يعرف أي اتجاه. بس السمة الغالبة على هذه الدورة الحالية أرى أنه الغالبية طيب. يتوقعون أو يطالبون بل يلحون على التغيير، ليس تغيير الوجوه فحسب، إنما يريدون تغيير النظام الدولي، النظام في العراق حتى يصبح نظام شمولي، نظام ديمقراطي حقيقي، نظام يعتني بحقوق الإنسان، يعتني بالصناعة والزراعة والتجارة والقوة البشرية بمختلف القطاعات والمؤسسات اللي هي على تماس مباشر مع المواطن. لا يهم من يكون الشخص، المهم يغير نظام العمل في مؤسسات الدولة نحو الأفضل، نحو أن يولي يعني طيب. اهتمامه لإعادة المصانع والمزارع والمصانع الزراعية والصناعية والأخرى. نفس الوقت راح يصبح إنسان طيب. بعد هذه الانتخابات واعي لما يطلب، يعرف وين يريد. أنا أرى هاي الانتخابات تغيير مالها لربما يصل إلى 15 إلى 20% ليس أكثر، ونطمح أن يكون أكثر إن شاء الله، وينتخب المواطن زين من يجده كفؤ لهذه المهمة وليس وجهه أبيض أو هي إذا خليت قلبت يا أستاذ إبراهيم نعم. وجنابك نعم. أستاذنا وسيد العارفين، لازم يكون هناك شخصيات وطنية، شخصيات نزيهة، شخصيات كفوءة، أهل اختصاص، أهل دراية، أهل إدراك باللي يريدون يقدموا خلال المرحلة المقبلة. فهذه أيضا فرصة لدى الجميع، لدى المواطنين، لدى المجتمع بشكل عام، إنه يذهب ويروح وينتخب الشخصية اللي تمثله، الشخصية اللي تجيب حقوقه لحد بيته يا أستاذ إبراهيم. وهذه فرصة لأربع سنوات مقبلة. نعم. هؤلاء الأشخاص موجودين في كثر وإن كانوا تحت يعني تحت ستار أو كذا أو من زوين أو من طوين، لكن طيب. أرى هذا أنا على منطقتي الدائرة الثالثة بصراحة كي لا أكون متطفل على بقية المناطق، الوجوه الذي أراها أمامي على القطع واللافتات الموجودة 80% هم من الأولين، إن لم يكونوا منهم فهم منتمين إليهم، إن لم يكونوا منتمين فينصاعون بأوامر من سبقوهم، لكن إن أراد الله أن يغير لنا حالنا طيب. ويجعل لنا علينا من يأتمنها الله علينا وأن يكون راعي لحقوق المواطنين طيب. بصورة عامة وبكل العراق من الفاو إلى ذاك، إذا أتوا 20% أصحاء نجباء أمناء علماء في التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والإداري طيب. سنجد كلمة الحق من هؤلاء 20% تعلو على كل الأصوات الأخرى في البرلمان أو في الدولة بالمستقبل إن شاء الله. هنا أملنا بالتغيير، بهذا التغيير وليس تغيير الوجوه، إنما تغيير السياسة الاقتصادية والإدارية والصناعية والتربوية والعلمية والإنسانية في البلد إن شاء الله. الحقوقي والخبير القانوني الأستاذ إبراهيم العزاوي، شكرا جزيلا لك.
أنا أكرر شكري لك ولفضائية صلاح الدين ولكل الكادر العامل فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم. يعني سمعنا أستاذ فرحات الحقوقي والخبير القانوني، يعني هناك من يشكك بالعملية الانتخابية، 80% يقول لك نفس الوجوه الموجودة راح ترجع من جديد، وهناك من يسعى إلى التغيير، تغيير حقيقي. ما هو تعليقك على هذا الكلام؟ عفوا الملاحظة كلام أستاذ إبراهيم. نعم، استنتجت مثلا فعلا وهذا واقع، الحس والوعي الانتخابي عند المواطن ضعيف. زين، لا بل معدوم. شنو السبب؟ السبب الانتخابات اللي سبقت هذه كلها تزوير وتجاوزات وانتهاكات. طيب، لذلك واجبنا أن نعيد الوعي والحس والثقة إلى الإنسان العراقي، ونحسه للمشاركة، لأنه كما أسلفنا هذه الانتخابات تختلف عن قانونها نظامها، لذلك نرجو من الأخوة المشاركة. أما التغيير أنا متفق معه، وتغيير أنا أعطي 10 إلى 15%. زين، لأن ما راح تسوي شيء هذه العشرة أو الخمستعش بالمئة؟ لا، يعني حتى وإن بشيء طفيف يا أستاذ. لا، هذه الصينيين عندهم مثل يقولون رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة. الخطوة الأولى هذه، يعني إحنا إذا نريد في انتخابات واحدة نغير الواقع العراقي المؤلم فهذا صعب، لكن هذه إن شاء الله خطوة جيدة نحو الأمام. وبإمكان التغيير. صح، مثلا الأخوة دخلوا المستقلين والمدنيين، لكن في نفس بالمقابل جماعات خارجة عن القانون ستكون لها تمثيل نيابي، لا تنسى هذه النقطة. طيب، يعني الحكومة كيف تسيطر على جماعات خارجة عن القانون، جماعات منفلتة، بإدخالها إلى العملية سيعطيها تمثيل نيابي. لكن التغيير ستبدأ، بس هذه القلة القليلة طبعاً، مقارنة مع الشخصيات اللي مرشحة اليوم في الانتخابات، سواء كانوا مستقلين أو مقاومين تحت الأحزاب. يعني لا شك التغيير في هذه الانتخابات ستبدأ خطوة الأولى. طيب، وإذا ما رأت الشعب أنه هذه الفئة أو قلة القليلة تحاول التغيير ستلتف حولها وبقوة. أريد نعرف نا دور المستقلين إيش راح يكون يا أستاذ فرحات؟ راح يكون لهم دور حال فوزهم في مقعد تحت قبة البرلمان، يقدرون يقدمون شيء لمناطقهم، الأبناء محافظاتهم. طبعاً إذا كان كتلة بإمكان تسليم يعني وزارة، أو يعني تحول من برلماني إلى إداري. زين، وعند ذلك الرجل يعني مشهور بنزاهته وطهارته، فبإمكانه يعني تقديم شيء لأهله، وستكون هذا دافع في الانتخابات التي ستأتي بعد هذه الانتخابات، وستكون خطوة الأولى نحو التغيير. يعني المستقلين، إذن أكو تغيير، أفهم من كلامك أنه أكو تغيير. لا شك، وأنت قلت خطوة الألف خطوة تبدأ بميل. واليوم فرصة انه ناسس لاربع سنوات مقبله. كيف ناسس؟ حتى ولو كيف ناسس بسيط. كيف ناسس؟ زين، على المواطن ان يشارك وبقوه. احسنت، وتاخذ بيد اهله ويقول تفضلوا الى الانتخابات، كانه ذهب الى يعني شيء مهم. اي، لانه انت ما استنتجت من كلام يا اخي محمد، خلي يعرف المواطن انه هو اليوم صاحب الفضل الاول والاخير على تشكيل الحكومه المقبله، وهو بيده، او بامكان ان ياتي باناس يدافعون عن حقوقه، يدافعون عن حقوقه، ويعودون اعاده اعمار مدنه، ويكون يعني الامور الاداريه الخدمات في، مو بس في المناطق الوسط، في كل العراق عندنا مناطق تحتاج الى دعم وعودة النازحين والقائمه تطول. زين، هذه شلون كلها تتحقق اليوم؟ اليوم تتحقق، تقدر تحقق بصوتك تطلب وبقوه، وتدافع عن الشخص الذي تعتقد انه شخص نزيه ويستحق ان يمثلك. موجودين وكثر يا أستاذ، وكثرة، وحدث ولا حرج. كلام جميل. راح أكمل مع جنابك يعني محاور هذه التغطية، لكن بعد هذا الفاصل لو سمحت. إذا أحبتي المشاهدين، نذهب بفاصل قصير ثم نعود من جديد.
اليوم منذ ساعات الصباح الباكر نحن متواجدين مقترعين وأيضا ضمن تغطياتنا الإعلامية لقناة صلاح الدين الفضائية. الحقيقة ما لمسناه هناك اندفاع من قبل المواطنين، على الرغم أنه ساعات الصباح الباكر هناك استجابة لمناشدات ومطالبات الأهالي بالتغيير، وهناك أيضا اندفاع في من هو أولى في الساحة، وهناك من هو له بصمة حقيقية ومن هو أقرب إلى الفوز بقبة البرلمان القادم. اليوم صباحا طلعنا المراكز الانتخابية وأدلينا بأصواتنا للشخص اللي يستحق، الشخص اللي يقدم خدمات للمنطقة وللمحافظة، وإن شاء الله الفوز. الأمور ماشية بسلاسة، الإجراءات الأمنية محترمة، والتعامل بشكل لطيف بشكل جيد، والأمور ماشية كله على قدم وساق. انتخب وأزح الفاسدين بمصبتك، انتخب ليزمجر صوتك بوجه السراق وقتلة الشعب، انتخب من أجل دموع اليتامى الذين هجرتهم البرلمانات السابقة، انتخب من أجل أرملة تتجرع الحرمان ولا راع يسندها، انتخب من أجل منازل مهدمة ومساجد مدمرة وأحياء تنتظر عودة أهلها المبعدين. انتخب يا مواطننا الكريم، فصوتك رصاصة في جبين الظالمين وسراق لقيمات العراقيين. انتخب ليكون النفط لأهل الأرض، لتكون خيرات العراق للعراقيين. انتخب وأخرج من بيتك يا مواطننا الكريم ومن صمتك، واذهب في هذه الساعات المهمة والفاصلة والحيوية والتي راح تحدد من خلالها مصير 4 سنوات قادمة، فاذهب وانتخب صح. اسمحوا لي مشاهدينا الكرام أن نأخذ هذا الاتصال مع الزميل رياض الجابر مدير إعلام مجلس محافظة صلاح الدين. حياك الله أستاذ رياض. صباح الخير حبيبي دكتور أحمد، عليك وعلى ضيفك الكريم ومشاهدين الكرام في كل مكان. صباح الخير على عيونك وعلى عيون جميع العراقيين يا أستاذ رياض. أنت اليوم إعلامي مهم وإعلامي بارز وناشط مدني وإلك بصمة في المجتمع، شلون تحدثنا اليوم عن معطيات العملية الانتخابية؟ واليوم نعيش يوم مهم وتاريخي، هو يوم الاقتراع العام يا أستاذ رياض، تفضل. حقيقة أخي أحمد، أنا جولت وقت مبكر يعني من صباح هذا اليوم تقريبا الساعة 6:45 نعم، على يعني معظم المراكز التصويت في مدينة تكريت، وحقيقة ما شد انتباهي هو يعني هذا التفاعل الكبير من قبل المواطنين. أنا شاهدت عوائل يعني متوجهة إلى المراكز حتى قبل افتتاح التصويت الرسمي. يعني وكذلك يعني شفت التعاون الكبير اللي يعني أبطالنا رجال القوات الأمنية مع المواطنين وتسهيل حركتهم، وهذا طبعا يبشر بخير إن شاء الله. يعني أتوقع أن تكون نسبة المشاركة عالية يعني في هذه الانتخابات. ما يميز هذه الانتخابات حقيقة هو النظام الجديد الذي اعتمد بالنسبة للدور الانتخابية كما ذكر ضيفك الكريم. طيب. يعني أصبحت أكثر قربا من المواطن، يعني الاختيار أصبح أكثر دقة. ونأمل إن شاء الله أن تكون يعني الوجوه الجديدة والوجوه التي سيحق والحظ الاختيار تكون يعني قادرة على التغيير الأفضل بإذن الله. يعني أستاذ رياض قلت هناك عوائل كثر ويتوجهون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، سيما نحن يعني في ساعات الصباح الأولى من عملية الاقتراع العام. هذه الكميات ما سمعنا عنها أو هذه النسبة ما شفناها
يعني خلال الانتخابات الماضية. شنو السبب؟ شنو اللي تغير؟ شنو اللي صار اليوم قاعد يطلعون بهذه الأعداد الكبيرة ويروحون إلى مراكز الاقتراع من أجل التصويت والتغيير؟ حقيقة يعني هنالك أسباب عديدة طبعا أدت إلى عزل المواطن في السنوات الماضية عن مشاركة جادة في الانتخابات. زين. يعني أولا هو قد يكون أساس النظام يعني النظام الدوائر التي كانت معتمدة يعني لم يكن واقعيا. يعني هذا السبب. السبب الآخر هو تكرار الوجوه يعني أو كثرة المرشحين في الدوائر، يعني اختلط الأمر على المواطنين وبالتالي يعني قرروا أكثرهم العزوف. طبعا كانت أيضا يجب أن لا ننسى أن الأمور قبل 2012 وبعد 2012 كانت لا زالت متوترة خاصة في مناطقنا، يعني أقصد المناطق التي تعرضت يعني سيطرة زمر داعش المجرمة يعني. فهذا الموضوع حقيقة هو كان سبب مباشر يعني كما أعتقد بعدم تفاعل المواطنين مع يعني عملية الانتخابات بشكل عام. لكن اليوم ما شاهدته حقيقة شيء يعني ملفت للنظر. طيب. يعني أؤكد لك أنني يعني في الساعة 7:15 وأنا تجولت بحدود أقل الساعة يعني وجدت حركة غير طبيعية للسيارات النقل والتاكسي وهي تنقل العوائل إلى الكثير من المراكز. وبهم يعني كبار سن وشباب وإلى آخره. وأعتقد إنه هذه حقيقة يعني. أنت ما شاء الله همين طالع من وقت اليوم أستاذ رياض وتريد تغير وتوصل إلى مراكز الاقتراع وتدلي بصوتك وعافية عليك. أنا بالحقيقة طلعت حتى يعني آخذ فكرة يعني عن ما يجري يعني من يعني حركة نعم. هذا الموضوع في هذا اليوم من أجل هذه التغطية وغيرها، ونكون قريبين طبعاً من الحدث حتى نكون يعني شاهد عيان وشاهد حق. الحقيقة هذه لمسته ولمسته أيضاً يعني تفاعل القوات الأمنية وانتشار المكثف في شوارع المدينة. حركة سلسة يعني هدوء لم تسجل لحد الآن يعني الحمد لله أي مشكلة أو أي خرق أو إلى آخره. أستاذ رياض يعني لو سمحت يعني نعم. بأقل من دقيقة يعني كلمة إرشاد وتوعية وتنويه إلى يعني مواطنينا وإلى شعبنا العظيم بأهمية الذهاب اليوم إلى مراكز الاقتراع، فشو تحب تقول يا أستاذ رياض؟ تفضل. أخ المواطن الكريم، إن كنت تبحث عن التغيير الأفضل نعم فليس هنالك خيار سوى أن تصوت الأفضل، أن تختار الصح. إذا لم تختار الصح فأنت الملام على ذلك. يجب أن تمنح الأصوات لمستحقيها من القادرين فعلا على التغيير، تغيير حال البلد للأفضل. وهذه طبعا أمانة في رقابنا وفي رقاب كل المصوتين أن يختاروا من يرونه مناسبا. طيب. يعني لا تدفعهم العشائرية ولا المناطقية ولا القومية إلى الاختيار الضيق بما لا يخدم المصالح العام. يعني ما مر في هذا البلد من نكبات وانتكاسات كبيرة حقيقة تحتم على الجميع أن يقف وقفة رجل واحد بمصداقية ولو لمرة واحدة، عسى أن يعني أن يكون البرلمان القادم برلمانا قويا قادما على تحقيق تطلعات المواطنين. الأستاذ رياض الجابر مدير إعلام مجلس محافظة صلاح الدين، شكرا لجنابك الكريم. شكرا لكم. شكرا لك أستاذ فرهاد. يعني سمعنا أيضا كلام أستاذ رياض من خلال جولات الميدانية على مراكز الاقتراع، وقال هناك نسبة مشاركة كبيرة من قبل المواطنين وإقبال كبير من العوائل على مراكز الاقتراع. هل بدأ العراقيون يشعرون بأنه ترى اليوم ما عندنا سبيل غير الذهاب إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتنا؟ زمن الانقلابات راح أستاذ فرهاد وجنابك سيد العارفين، زمن الدبابة والرصاصة أيضا ذهب، لا يمكن صفحة وانطوت. اليوم تريد تغير تذهب إلى مراكز الاقتراع وتدلي بصوتك، تعليقك على هذا الكلام؟ أظن الإعلام كان له دور كبير في توعية المواطن، لكن الأستاذ تكلم عن تغيير الكادر أيضا. نقطة مهمة تكلم عليها أستاذ إبراهيم العزاوي الخبير القانوني، قال هناك تغيير في كادر نعم. في أحد المراكز أظن المراكز في ساعات الأولى في الساعات الأولى في الانتخابات. لا نتكلم عن خروقات. طيب. لأنه لا تنسى هذه الانتخابات الاقتراع يدوي وإلكتروني. أكيد. يعني يوم الجمعة أصدرت مركز الاقتراع. طيب. فالإلكتروني واليدوي كانت أعداد نفس الشيء. ليش نقول يعني مثلا نقول أنه
التزوير صعب. هذا شدل انه بيساعد صباح الاولى لكن صار تغيير بال كادر. يعني شخص وتعاملوا معها. لا العفو دكتور سليم. دكتور نعم. عفو انت من تتكلم عن خروقات المواطن يشعر باليأس يقول صارت كذا لا. لا احنا ما نتكلم على خروقات، نتكلم على كيفية التعامل مع الخروقات. حد يعني شخصوا حالة ورأسا عالجوها حتى ما يخلون مجال الى التزوير، هذا المقصود من الكلام يا استاذ. نعم. نعم طيب. فهذه لمن تحسب اليوم هذه الخطوة الإيجابية بعدم وجود اولا للإعلام للإعلام. طيب. للإعلام طبعا. الإعلام له دور كبير في توعية المواطن زين. والمواطن بدأ استيأس مو يأس، لأنه يأس منتهي بس استيأس اتجه نحو اليأس. فبدأ يشعر أنه هناك بعد ما رأى هناك مستقلين، هناك ناس نظيفين، هناك ناس ذو السوابق نظيفة. طيب. يدخلون المعترك الانتخابي. فبدأ يتعلم ويعني والإعلام له دور كبير. طيب أنا. طيب يعني مشاهدينا الكرام أحب أنوه بأنه هواتف البرنامج مهيئة أمامكم وعلى مدار التغطيات التي تجيها قناة صلاح الدين الفضائية، ونريد نسمع منكم يا مواطنينا يا عوائلنا الرشيدة من خلال مداخلاتكم واستفساراتكم ومقترحاتكم ومشاركاتكم في هذه التغطية عبر يعني قناة صلاح الدين الفضائية وبرنامج انتخب صح. أريد نشوف اليوم مواطننا بشنو دي يفكر، شلون يريد يغير، يعني كيف يريد يرسم ملامح المرحلة المقبلة خلال الأربع سنوات القادمة إن شاء الله. يعني مواطننا الكريم أبد لا تقول أني معلية، كلمة معلية اندفع ثمنها سنوات عجاف طويلة من قلة فرص العمل، من كثرة البطالة، من قلة وسوء الخدمات، هذه كلها اندفعت يعني ثمنها خلال الفترة المقبلة. اليوم التغيير بيدك، اليوم الكرة بملعبك، أنت اليوم الحكم والفيصل في آن واحد. اطلع أخذ أهلك، أخذ جيرانك، أخذ يعني أهل منطقتك وروحوا مرفوعين الرأس. اليوم أنت الحكم وأنت الفيصل في هذا اليوم المهم. روح واختار الشخصية الكفوءة المناسبة اللي تقدر توفر لك الخدمات خلال المرحلة المقبلة. يعني أحبتي المشاهدين مستمرين معكم وهذه التغطية عبر شاشة قناة صلاح الدين الفضائية، لكن بعد هذا الفاصل. اهلا بكم الجديد مشاهدينا الكرام، وحياك الله مره اخرى استاذ فرهاد. يعني اللي ما راح يطلع ينتخب او اللي باع صوته وبطاقته الانتخابيه بثمن بخس للاسف، دراهم معدوده، دراهم معدوده، هذا باكر عقبه همينا يقدر يطلع ويتذمر ويقول ليش ماكو خدمات وليش ماكو فرص عمل وليش قله بطاله. هم يقدر يطلع ويحشي ويطالب بالحقوق. فضل. طبعا طبعا يطلع. لأنه هذا طبعا أولا يعتبر ظلم لشعبك ولوطنك وخيانة. طيب. الذي يبيع بطاقته هذه خيانة، كأنما باع جزء من وطنه للأجنبي. لأنه لو باع البطاقة غدا سيبيع شيء آخر. لذلك لا يحق له أن يطالب بحقوق. ليش ما إلى حق؟ لأنه هذه كانت فرصة إله قدام اليوم، وهذه فرصة تاريخية. هذه فرصة الإنسان. يعني فرص من تجي. طيب. إذا أفلت صعبة. يعني إحنا في 2010 من فازت قائمة العراقية. طيب. لو كانت هذه الفرصة لكان الآن العراق في وضع آخر. وللأسف يعني هناك صارت تدخلات، لا نريد عودة للماضي. يعني أستاذ فرهاد اسمح لي أنه أيضا هذه مبادرة إيجابية، مبادرة حقيقية من قبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في الذهاب والإدلاء بصوته شخصيا، واختيار احنا نقول اختيار العراق بالدرجة الأولى، وكذلك رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي أيضا بخطى ثابتة يتجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواته، وأيضا نشوف ده يعني يخضع إلى التفتيش
وهذه نقطة إيجابية أيضا تحسب لقواتنا الأمنية والجهات المعنية في التعامل المهني والمباشر مع الكل بمسافة واحدة من الجميع. يعني أيضا هذه بها رسالة يا أستاذ فرهاد، أنه السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء منذ ساعات الصباح الأولى، رسالة قوية إلى المواطن. ما هي الرسالة يا أستاذ؟ رسالة قوية إلى المواطن، عليكم بالذهاب إذا كنتم تناشدون التغيير، وإذا كنتم تطلبون التغيير، وإذا كنتم تريدون الخدمات، تريدون القضاء على الفساد، فهذه فرصتكم للتغيير، وهذه يجب التوجه نحوها. أيضا يعني نلاحظ سيدنا جرفان البرزاني يتجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بصوته وانتخاب الشخصية ويعني الممارسة الديمقراطية الذي يعيشها اليوم العراق والشعب العراق من أجل اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان لأربع سنوات مقبلة. ما هي ملامح التغيير يا أستاذ فرهاد برأيك؟ التغيير واضح حول ما سمعنا من الأخوة في تكريت، أن الناس الشعب يندفع نحو صناديق الاقتراع. طيب، وأن هناك ناس يريد أن ينتخب النزيه، ينتخب الشريف، ينتخب اللي راح يمثله. وأرى يعني إن شاء الله هذه الانتخابات ستكون فاتحة خير على العراق. اللهم أمين، نتمنى. يعني أيضا وصلتني أخبار عاجلة وسريعة وهي انطلاق التصويت العام للانتخابات العراقية، ومثل ما قلنا السيد الكاظمي ونيجيرفان بارزاني أول المصوتين في مراكز الاقتراع، وأيضا الكاظمي للمترددين يقول أوفينا بالوعد وعليكم أن تختاروا من ترونه مناسبا وسنعلن الاثنين عن إنجاز أمني كبير. كذلك رئيس الجمهورية يقول بعد الإدلاء بصوته نتمنى أن نصل إلى مستقبل يليق بالعراقيين كافة. أيضا سيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح بعد الإدلاء بصوته يقول اليوم هو يوم تاريخي ونأمل تحقيق الإصلاح وما يتطلع له العراقيون. من جانبه السيد مقتدى الصدر يدلي بصوته في الانتخابات في إحدى مراكز الاقتراع بمدارس محافظة النجف. هذه خطوة إيجابية اليوم من الزعماء ومن يعني أصحاب القرار في جمهورية العراق أن يذهبوا بأنفسهم ويدلوا بأصواتهم. لكن اسمح لي أستاذ فرهاد، يعني بس في ملاحظة طبعاً. نعم فضل. الكبار يعرفون لو فشلت لا سامح الله هذه العملية الانتخابية ستكون وبالها كبيراً والعراق ستدفع الثمن غالياً. شنو توقعت بعد ما أكون مجال ما بيها؟ ما بيها نهائياً. ما بيها مجال. لو فشلت هذه الانتخابات وهذه العملية العراق ستعود إلى قاع القاع. يعني هل سنشهد لا سامح الله خروج ثورة تشرينية وثورة حزيرانية لا سامح الله في حال عدم لا أنا أقول ثورة شعبية يعني نعم ثورة شعبية مو ثورة تشرينية لأن نعم. ثورة التشرين ما كان أهدافها كلها واضحة. يعني مثلا من ضمن ثورة التشرين ما رأينا ثورة التشرين تتكلم عن الأبرياء في السجون. يعني ما شفت من شعارات وكلام والإخوة في ثورة التشرين لم يقولوا إخراج الأبرياء في السجون مثلا. فنقول ثورة شعبية مو ثورة تشرينية حتى نعطي هاي الصبغة لثورة التشرين نكبرها. زين. أنا يعني رأيي للأسف يعني ثورة التشرين يعني ملاحظة هذا المهم بس نسمي ثورة شعبية. ثورة شعبية. نعم ثورة شعبية لأن مهما كانت العراق في محك وتحت أي مسمى أستاذ فرهاد. طبعاً. المهم هي خدمة الشعب. الكبار الآن الكبار يعرفون أكثر مني ومنك هذه العملية لو فشلت ستكون العراق يعني وضع صعب. لا نتمنى أنه بس أكو بوادر للنجاح. نتمنى أحسن ما سمعنا ناس مندفعين التغيير الإيجابي. يعني أيضا أرجع إلى نقطة الخروقات أستاذ فرهاد، يعني هل تتوقع أن تواجد اليوم المراقبين الدوليين حدد من الخروقات حدد من آفة التزوير أم لا أنه الحكومة الحالية هي استطاعت تحقيق ذلك؟ طبعا بس بعدين في معلومة لا تنسى يعني الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لها دور طبعا بأجهزة متطورة تراقب الوضع وبقوة. طيب يعني الأمس كنت مع أحد المسؤولين الحزبيين قال مؤكد أنه الولايات المتحدة أتت
أجهزة متطورة لمراقبة الانتخابات وعدم الخروقات والتزوير وعملية التزوير. لذلك أرى هذا التغيير واضح والتغيير قادم. لكن مثل ما تفضل أستاذنا إبراهيم نسبي حالي هذه المرة، بس أظن في المرة القادمة هل سينجح الشعب العراقي في اجتياز هذا الامتحان الصعب؟ بشرط أن يشارك وبقوة. التغيير تأتي بالمشاركة الفعلية. لو شاركت وبقوة ستكون هناك تغيير إن شاء الله. كلام جميل. يعني أحبتي المشاهدين، ينضم معي الآن عبر الهاتف الشيخ نضال الحميدي، شيخ عشيرة البومطار السادة الحسنية في محافظة صلاح الدين. حياك الله شيخ نضال. حيا باك، حياك الله أستاذ، بارك الله فيك. حيا ودوم شيخ. يا مرحبا، يا كل الهلا. يعني نريد نعرف اليوم دور يعني عشائرنا العراقية الأصيلة في أهمية التغيير في هذا اليوم المهم، يوم الاقتراع العام واختيار الشخصيات الوطنية اللي راح تمثل الشعب تحت قبة البرلمان. ما هو دوركم يا شيخ نضال في هذا المحور المهم؟ تفضل. بارك الله فيك. حقيقة أنا أبشر إن شاء الله وتفاعلوا بالخير إن شاء الله، بشرة كبيرة للعراقيين. هذه حقيقة ساعة التغيير والتغيير، وجوه جديدة إن شاء الله من هذا الشباب، شباب جيل المستقبل. وحسينا إحنا كشيوخ بدورنا قدمنا كل التفاعلات وتفاعلنا مع الشعب ومع المواطنين ومع شعائرنا، وحسيناهم للخروج إلى الانتخابات. طيب. الجميع حسيناهم على الخروج والمشاركة الفعالة من أجل التغيير والنهوض بواقع على الجميع وبدون استثناء. الخروج والمشاركة بالانتخابات، العوائل الكريمة، الشيوخ الأجلاء، شبابنا جيل المستقبل، الكل مسؤول عن المشاركة. انتخبوا الوجوه الجديدة. طيب. من شبابنا الجيل الجيد. صوتك أمانة وانتخب. نعم، واجعل التغيير والنهوض بواقع من أجل الفقراء، من أجل الأيتام، من أجل المحتاجين. يا أولاد مدينتنا الغيارة، أحسكم وأرجو الخروج والمشاركة. اخوتي نعم شيخ نضال، يعني شو تقول او شو توجه يعني من كلمه للمشككين في عمليه الانتخاب واللي قاعد ببيته وما يريد يطلع وبنفس الوقت يطالب بالتغيير ويطالب بالخدمات بمختلف اشكالها؟ انا اعتبر هذا يعني من الخنوع ان يكون جالس ببيته. ما مسموح لأن الصوت أمانة. أطلع أدي صوتك، وإذا ما تريد تشارك حتى لو تحط علامة أكس على هذا حتى ما يكون إلى التزوير. نعم. طيب شيخ نضال، يعني رحت إلى مراكز الاقتراع لو بعدك ما تجي؟ والله أنا بعد ما رحت، عندي أولادي. كلهم بقينا بس أنا وزوجتي وعندي واحد من أولادي معوق. انتظر رجعون أولادي حتى نطلع احنا. نتمنى أنه من جميع المواطنين ومن جميع عوائلنا الكريمة الرشيدة أن يحذو حذوكم وحذو العراقيين الأصلاء الوطنيون في الانتخاب واختيار الشخصية النزيهة والكفوءة والقادرة على أخذ بيد الشعب العراقي والأخذ بيد العراق إلى بر الأمان خلال المرحلة المقبلة. الشيخ نضال الحميدي، الشيخ عشيرة البومطار السادة الحسنية في محافظة صلاح الدين، شكرا لجنابك الكريم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. تحياتنا لك، شكرا جزيلا. يعني أستاذ فرهاد، ما هو الأهم اليوم، بناء الإنسان أم بناء الوطن؟ أولا أحيي الشيخ نضال. طيب. العشائر العراقية الأصيلة. نعم. دورها كبير. طيب. في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، وهذا أحد أسباب دفع المواطن العراقي للمشاركة ضمن العشائر. وعلى العشائر أن تحث أبنائها وأولادها وأبناء عمومتها بالمشاركة. نعم. يعني السؤال، أريد نعرف أنه ما هو الأهم
بناء الإنسان أو بناء الإنسان على حب الوطن أم بناء الوطن بالدرجة الأولى؟ لا، بناء الوطن البناء حب الوطن يرجع إلى العمل التربوي. زين. أي أولا بناء الوطن وعندما تبني وطن البقية فرعيات. طيب الإنسان أولا الوطن، تمن تروح مكان قلاني عراقي. أي فأولا الوطن بناء الوطن ثم نعود إلى الفرعيات وهذه الأمور الأخرى. يعني أيضا كلام يعني بعض المواطنين يقول لك أنا ما أطلع وما أروح أنتخب وما أختار الشخصية، يعني هل خلفت الطبقة السياسية المخضرمة اللي شفناها طيلة الفترات السابقة يعني خلقت فجوة عدم ثقة لدى المواطنين؟ والدليل على ذلك اليوم الشارع منقسم إلى فجوة، جدار 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 طيب. بينه وبين المواطن. المواطن عندما رأى وعندما الآن يرى نفس الطبقة السياسية يعني مثلا رئيس أحد الكتل في محافظة الميسان قبل أيام يقول 18 سنة ما خلونا من العراق كما حاربونا كما حاربوا إمام الفلان، استخل هذا بالانتخابات. فالرجل عندما يرى هذا وهو مندفع بقوة فيصير عنده شكوك. زين. لكن عليه أن يقرأ ويسمع ويرى. هناك اليوم المعطيات تختلف، هناك استنفار دولي في العراق لا تنسى. نعم. استنفار دولي المراقبين في الاتحاد الأوروبي في أمريكا وفي غير أمريكا. لذلك المواطن إذا ما رأى أنه هذه الانتخابات مثل سابقتها فهو مخطئ، لأنه ملامح التغيير واضحة يا أخي. ملامح التغيير واضحة من قانون الانتخابات، ولو القانون سووا بتعديل لأنه الدكتور برهم صالح طعم شيء، لكن كأساس الملامح التغيير واضحة وضوح الشمس. نعم. نتمنى أنه يطبق هذا التغيير، المواطن عليه أن يحس يقول العراق أولا أنا ابن بلد بلد حضارتها تعود لأكثر من 14 ألف سنة. عليه أن يحس حس وطني أو كما سمعنا البعض يذهب ويحرق بطاقته. هذا أيضا تعتبر من الأخطاء الجسيمة. توعية المواطن مهم جدا. أظن قبل الانتخابات كان في تقصير نوعا ما في من بعض من الحكومة والمنظمات المجتمع المدني في توعية المواطن. المواطن الآن تذهب بسبب الكم الهائل من المواضيع الإعلامية اللي حثوا المواطن للذهاب إلى أما نعم. يعني زملائنا يمكن محضرين مادة إعلامية، إذا جاهزة أخواني نروح عليها سوية. نعم. وغدا غدا الاثنين سوف تسمعون عن إنجاز أمني كبير مردنا عن عليه اليوم حتى نعطي فرصة للانتخابات أن تكون هي السيدة وهي الحافز العراقيين. حياكم الله أحبتي المشاهدين وأهلا بك من جديد أستاذ فرهاد. أيضا المواطن يسأل بنفس الوقت، هل سنشهد موضوع المحاصصة من جديد في النظام السياسي المقبل بعد هذه المعطيات الإيجابية اللي تكلمت عليها واللي تكلموا عليها ضيوفنا عبر الهاتف؟ هم راح نرجع للمربع الأول ومحاصصة، وهذه حصتي وذيك حصتي وهاي الوزارة إلي وذاك الكرسي إلي شيء مؤكد. وكأنه ما سوينا شيء. شيء مؤكد. لكن شيء نحن بداية قلنا التغيير، لكن التغيير نسبي. يعني أنت إذا تريد دفعة واحدة تغير الوضع في العراق وأن يأتوا الناس نزيهين مستقلين يحبون البلد، هذه شوية بداية صعبة. لكن المحاصصة نعم، الشراكة ستعود. حصتي وحصتك ورئيسي ورئيسك. وستعود المشهد لكن بدرجة أقل. بدرجة أقل. أي بمعنى يعني اللي حصلت في الانتخابات السابقة مثلا أمريكا والولايات المتحدة، يعني دول يقررون كذا كذا كذا. هذه المرة لا. لأنه في تيار مدني طيب
والتيار مستقل ومندفع بقوة نحو البلد. شباب، وجود شباب أيضا، وجود شبابية طبعا، أهل أصحاب يعني شهادات، ناس عانوا، أهل اختصاص وعانوا معاناة المجتمع، فجايين من أجل التغيير، عاشوا داخل المجتمع الشارع ومعاناتهم وحياتهم وصعوبة هذا. الأحزاب الكبيرة راح تخلي الأحزاب الصغيرة تشتغل. تصور عراق ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم، شعبه يموت من الجوع. إذا من السبب؟ طبقة سياسية الحاكمة. لذلك المواطن عندما يصوت للمستقل وللنزيه يستطيع تغيير شيء، أما المحاصصة وغير كلها ستعود، لكن بدرجة أقل. نعم، من نفس القوة وال... طيب، يعني معي اتصال مشاهدينا الكرام عبر الهاتف مباشرة، الأستاذ جمال عقاب أحمد، مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في محافظة صلاح الدين. حياك الله يا أستاذ جمال. اهلا استاذ احمد، تحيه لك وتحيه لضيفك الكريم وتحيه لكل المشاهدين الكرام. تحياتنا لك استاذ جمال. انت يعني مواكب معانا منذ انطلاق التغطيه الخاصه. نعم. للانتخابات من يوم الاقتراع الخاص ولحد يومنا هذا. خلينا بالصورة. نعم. استاذ جمال، وش قاعد يصير عندكم في ضمن قاطع المسؤوليه يا استاذ جمال؟ نعم، شكرا جزيلا لك. الحقيقة بدأ الاختراع اليوم الساعة 7 صباحا، في فتحت المراكز بشكل عام في عموم محافظة صلاح الدين، وبدأ توافد المواطنين على هذه المراكز من أجل اختيار الشخصيات التي يروها مناسب لهذه التمثيل في تحت قبة البرلمان. كل الإجراءات اللوجستية حقيقة تسير بشكل جيد، القوات الأمنية تعمل بشكل جيد بالتعاون مع المواطنين وتسهيل مهمة عملية الدخول. حقيقة نتأمل أن تكون المشاركة أكبر، يعني لحد هذه الساعة حقيقة الإقبال نستطيع أن نقول عليه جيد يعني مقبول، لكن نطمح أن تكون المشاركة أكبر، أن كل المواطنين الموجودين منهم يعني يحق لهم الانتخاب أن يتوجهوا إلى مراكز الاقتراع. أستاذ جمال، يعني اليوم أفهم من كلامك أنه حركة المواطنين وهناك انسيابية بوصول الناخب إلى مراكز اقتراع، لا يوجد أي. نعم. حظر للتجوال، لا توجد طرق. نعم. مغلقة. نعم. في المحافظات العراقية بشكل عام وليس فقط في محافظة صلاح الدين. نعم نعم نعم. البارحة صدرت تعليمات من العمليات المشتركة بهذا الخصوص. طيب. سهلت عملية الدخول المواطنين، لا يوجد حظر تجوال لكي تكون إنسابية أكثر عملية الانتخاب تكون بشكل أكبر. الحظر هو موجود بين الأقضية والمحافظات، لكن منهم لديهم بطاقات الناخب، يعني خلينا نقول مثلا ناخب من صلاح الدين وهو في محافظة كركوك ممكن أن يتوجه إلى محافظة صلاح الدين عن طريق الباج. داخل المدن حقيقة الحركة طبيعية جدا والأسواق تعمل بشكل جيد، لا يوجد أي حظر، تسهيلات كبيرة، الوضع الأمني الحمد لله جيد جدا في الأقضية الموجودة والنواحي. الآن أنا بجولة مع السيد قائم مقام فكري الدكتور عمر الشنداح. نعم. على المراكز، وحقيقة يعني نتأمل أن ومن خلالكم يعني نوجه ندائنا إلى أهلنا في عموم المحافظة. طيب. هذه فرصة تاريخية لم تعوض إلا بعد 4 سنوات. بالتالي هنا المواطن يفقد الحصول على يعني حقوقه من خلال عدم خروجه إلى الانتخاب. يعني رسالتنا إلى أهلنا في صلاح الدين بالتوجه إلى كل المراكز الموجودة وانتخاب من هم يروه مناسبا لتمثيله تحت قبة البرلمان العراقي القادم بإذن الله. طيب أستاذ جمال، يعني أنت مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في محافظة صلاح الدين، شلون سهلتوا اليوم أو هل هناك تسهيلات بالنسبة للصحفيين والإعلاميين والقنوات العاملة في محافظة صلاح الدين بإنسيابية وصولها إلى مراكز الاقتراع؟ شنو الإجراء اللي اتخذ فيما يخص موضوع الإعلاميين والصحفيين؟ احنا قبل الانتخابات حقيقة كان تنسيق عالي بين قيادة شرطة صلاح الدين. نعم. وإعلام المحافظة وإعلام عمليات صلاح الدين وعمليات سامراء. طيب. من أجل يعني استخراج باجات لجوال الصحفيين، وتم تسليمها إلى الأخوة الزملاء قبل الانتخاب، قبل أيام الانتخاب، والآن هم موجودين في المراكز الإعلامية الموجودة
احنا بالنسبه لتكريت مركز الاعلامي هو مدرسه المتميزات مجاور مدينه العاب مدينه تكريت، وكل الصحفيين والقنوات الاعلاميه والوكالات موجودين بهذا المركز. طيب. وتسهيلات كبيره من قبل القوات الامنيه. من خلالكم ايضا نوجه رساله او نداء الى كل القوات الامنيه الموجوده بضروره تسهيل حركه الصحفيين بين الاقضيه، لانهم مخولين من اجل تغطيه هذه العمليه الديمقراطيه الكبيره. الاستاذ جمال عقاب، مدير قسم الاعلام والعلاقات العامه في محافظه صلاح الدين، شكرا جزيلا لك، وراح تظل ويانا طيله فتره التغطيه لحين غلق مراكز الاقتراع مساء، فشكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. استاذ فرهاد، يعني سؤال صريح ومباشر، لمن الغلب اليوم، الكهول ام الشباب فيما يخص الصراع السياسي او الجانب السياسي؟ انا خوفي الشباب يفوزون ويحذون حذو الكهول وتكون بالها على العراق. شلون؟ لنعطي الجدلية لنعطي لنفترض جدلا. طيب. وهذا وارد طبعا، هذه انتخابات. وخاصة عندك الشعب العراقي يعني على فوهة بركان، الشعب في داخله نار. فلنفترض انه هؤلاء لم يفوزوا. لان احنا قلنا من ايجابيات الانتخابات هذه. طيب. 24 ساعة بعد الـ انتهاء التصويت يعلن او تعلن النتائج. ايوه، في السابق لا، في السابق كان شهر ويبقى فرز اليدوي ويصير تغييرات ويجيب والتطابق والى اخره. ايوه. فيعني خوفي انه لنفترض يعني جدلا انه التيار المدني والمستقيم فازوا باغلبية، هذه ستكون يعني صعبة الطبقة السياسية الحاكية تتقبل هذه يعني الهزيمة. كيف راح يكون شكل التحالفات بعد إعلان النتائج وتشكيل؟ لا نستطيع يعني نرسم ملامح التحالفات إلا بعد النتائج. إلا بعد النتائج طبعا. لأنه مسألة كتلة أكبر وكتلة يعني هذه شوية حساسة، لذلك لا نستطيع أن نعطي ملامح التحالفات إلا ما بعد الإعلان عن النتائج الانتخابات. برأيك يعني أيضا من سيكون أو من سيكونون أو من هم قادة العراق الجديد؟ أيهما أقرب لتصوراتك وتوقعاتك وضحكت على هذا الصراع؟ صراحة ستعود يعني التوزيعات يعني الرئاسة الجمهورية للكرد ورئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة. كلام جميل. إذن مشاهدينا الكرام، أملنا كبير بالتغيير بالدرجة الأولى، ومثل ما قلنا أنه التغيير يأتي من خلال بس يعني ما سمعت من اندفاع المواطن نحو في محافظة صلاح الدين، نتمنى كل العراق زين، فأعطي 25% للتغيير وإن شاء الله يكون أو تكون النسبة أكثر بكثير وتأتي يعني خلاف للتوقعات وتظهر النتائج إيجابية فيما يعني يخص خدمة المجتمع. يعني ينضم معي الآن الأستاذ قاسم أو الدكتور قاسم علوان سعيد، أستاذ النظم السياسية والسياسات العامة في جامعة تكريت، وأيضا مشرف على مركز انتخابي في قضاء الدجيل. فحياك الله يا دكتور قاسم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا أستاذ أحمد، تحياتنا لك وبكل المشاهدين والأخوة المستمعين. تحياتنا لك دكتور قاسم، يعني اختصاصك مهم اليوم وكذلك عملك مهم بنفس الوقت، وأنت مشرف على مركز انتخابي في قضاء الدجيل. شلون الحركة يومكم اليوم في قضاء الدجيل وخصوصا في المركز اللي متواجد فيه حاليا يا استاذ يا دكتور قاسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة منذ ساعة الصباح الأولى هناك توجه لأعداد كبيرة من الناخبين إلى مركز الانتخاب في الدجيل، وهناك طبعا هؤلاء الأعداد كان يعني من الشباب ومن رجال كبار السن ومن النساء، وحتى هناك حضور للأطفال للمشاركة في هذا العرس الانتخابي. يعني التوجه توجه أكثر من طبيعي منذ ساعة الصباح، وهناك رغبة حقيقية للتغيير. هناك
يعني الناس عندما نسألهم لديهم رغبة حقيقية في أنه يتم تغيير الواقع اللي يمر فيه البلد من خلال انتخاب المشاركة بالانتخاب 329 نائب، وبالتالي وصول هؤلاء النواب اللي راح يكونون يعني متميزين إن شاء الله، وممكن أن يساهمون بشكل حقيقي في تغيير الواقع اللي يمر فيه البلد. دكتور قاسم، يعني هل كانت هناك خروقات؟ هل هناك تحديات؟ هل هناك معوقات فيما يخص عملية الاقتراع بشكل عام ونحن في ساعات الصباح الأولى؟ أستاذ أحمد، لا توجد يعني الفوضية المستقلة للانتخابات قامت بإداء واجبها بشكل كامل. طيب. وكل شيء متوفر في المركز الانتخابي، يعني كل ما يحتاجه الناخب موجود وكل ما يحتاجه المفوضية، وهناك اتصال بين المفوضية والمركز الانتخابي في تسجيل أي عقبات ممكن أن تواجه إدارة المركز. هذا من ناحية، من الناحية الأمنية هناك تحيط بالمركز الانتخابي عدة خطوط أمنية، ولا يمكن أن يصل شخص إلى المركز الانتخابي لم يتم تدقيق معلومات الأمنية والتأكد. أيضا يعني هناك تعاون كبير فيما بين المفوضية وما بين الأجهزة الأمنية المحيطة بالمركز الانتخابي. الأمور تسير بمرونة غير طبيعية، الناس مرتاحة والناس يعني تلتزم بالتعليمات، وهناك صف يعني للناس، الناس منظمين، الناس واعين، يدركون حجم المسؤولية اللي تقع على عاتقهم اليوم في اختيار أشخاص نزيهين ممكن أن يقوموا يساهموا في بناء البلد وتحسين الأداء السياسي في المستقبل. دكتور قاسم، أريد أستغل وجودك معنا، ومثل ما قلنا اختصاصك هو أستاذ النظم السياسية والسياسات العامة في جامعة تكريت، يعني بدقيقة لو سمحت، وأنت مشرف بنفس الوقت على مركز انتخابي في قضاء الدجيل، هل هناك ملامح للتغيير؟ يعني الانتخابات هاي تختلف عن كل الانتخابات التي حصلت ما بعد عام 2003. طيب. لأن هذه الانتخابات جاءت يعني نتيجة سحب ثقة من الحكومة وتكليف السيد الكاظمي بملف أساسي وهو ملف الانتخابات. حاولت الحكومة أن توفر كل العوامل اللي تؤدي أن تبعد مثل التزوير من حيث الأجهزة، يعني الأجهزة الإلكترونية المستخدمة. الناخب اليوم يقوم بحريته باختيار الشخص اللي ممثل له. هناك قناعة جديدة لدى العراقيين، العراقيون اليوم تقريبا ابتعدوا عن مثل الطائفية، مثل الطائفة، مثل المذهب. نحن من خلال لقاءات مع الناخبين خلال الأيام الماضية نجد أن هناك رغبة في أن يتم بناء عراق جديد، أن يتم يعني تجاوز مرحلة الفساد، أن يتم يعني اختيار أشخاص نزيهين، ولذلك يعول كثيرا على هذه الانتخابات بسبب المعاناة، لأن هذه الانتخابات تعبر عن يعني فرصة لبناء عراقنا، وهذا رأي الناس، وفرصة ليتخلص من الفاسدين، فرصة يرى الناس هنا أن هذه الانتخابات ربما تكون فرصة للتخلص من معسكر الشر، واللي ممكن أنه أدى إلى يعني بعض الأطراف اللي هم يعني كان لهم تأثير سلبي في بناء العراق. الناس اليوم أعتقد سيكون هناك تغيير، والتغيير ربما لا يكون جذريا، لكنه يعني التظاهرات اللي صارت ووعى الناس وثقافتهم وابتعادهم عن واتجاههم نحو المصلحة العامة بعيدا عن المصلحة يعني المذهبية والطائفية. وهو هذا ما يجمع العراقيين اليوم جميعا من أجل، ولذلك يعني إن شاء الله راح يكون عندنا تغيير، لن يكون تغيير جذري. طيب. لكنه ممكن أن يضع أسس صحيحة للمستقبل، لمستقبل العراقيين ولمستقبل أبنائنا. الدكتور قاسم علوان سعيد، أستاذ النظم السياسية والسياسات العامة في جامعة تكريت والمشرف على مركز انتخابي في قضاء الدجيل، شكرا لجنابك الكريم. إذن مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم، وهذه التغطية الخاصة عبر قناة صلاح الدين الفضائية، لكن بعد هذا الفاصل.
اليوم هو العاشر من تشرين الأول، فتحت المراكز في محافظة أربيل للتصويت العام الساعة 7 صباحا. لدينا في محافظة أربيل 1,159,750 ناخب يخترعون في 491 مركز 2,610 محطة. الأمور طبيعية جدا منذ الصباح الباكر وتواجد المواطنين بكثافة، ولا يوجد لدينا أي خرق لحد هذه اللحظة أو خلل في الأجهزة أو أي شيء يذكر، ونحن إن شاء الله متفائلين. مثل التصويت الخاص سيكون التصويت العام أيضا ذو نسبة عالية إن شاء الله. لا أتوقع سيكون هناك تمديد، لأن أجهزة التحقق يعني مبرمجة على الساعة 6 ينتهي التصويت. كما صرحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المكتب الوطني، ستكون النتائج الأولية بعد 24 ساعة من انتهاء التصويت العام. إذن قبل فوات الأوان وقبل أن تندم حين يعود الفاسدون لدفة الحكم مرة أخرى، شارك أنت وأهلك وأصدقائك وكل من تعرف بالتصويت لتكون القوة الضاربة بوجه المتاجرين بمعاناتك. اذهب وانتخب ليعود أهلك المبعدون لديارهم. انقطاعك وعزوفك عن الانتخابات هي مشاركة الفاسد فساده والسارق سرقته والقاتل قتله. إذن اذهب وشارك واحمي نفسك وأطفالك وأمن عيشك يا مواطن الكريم. أستاذ، يعني أيضا ما زلنا في الساعات الأولى مشاهدينا وحبتنا الكرام، فاذهبوا الآن وصوت للأخيار لشخصيات الكفوءة النزيهة القادرة على يعني خدمة الوطن، وخلي تكون إلك بصمة يا مواطننا الكريم في هذا اليوم التاريخي المهم. أستاذ فرهاد، قبل ما أخذ منك الكلمة الأخيرة، هل تتوقع أن تأخذ الساعات المقبلة يعني توافد أكثر من قبل المواطنين ومن قبل الناخبين، سيما أنه اليوم الحمد لله الأمن موجود بنسبة عالية في جميع المحافظات العراقية، فكيف تتوقع شكل يعني التوافد على مراكز الاقتراع؟ أعتقد جازمة تزداد الأعداد في المشاركة، ونحن عندما في بداية التغطية حثينا ونحث المواطن للمشاركة، هذه التغيير حصلت في مفوضية الهيئة المفوضية الانتخابات. المفوضية السابقة كان محاصصة، طيب فلان من حزب الفلاني، علان من حزب العلاني، لأن كلهم قضاة ومشهود لهم بالنزاهة. لذا الأعداد ستزداد في المشاركة والشعب سيتوافد أكثر، طيب لأنه الملامح التغيير واضحة، لكن كما قلنا التغيير نسبي. يعني اليوم الكل تطالب بالتغيير، وإن شاء الله يكون هناك تغيير حقيقي وتغيير إيجابي وملموس على أرض الواقع من أجل العراق ومن أجل شعب العراق خلال المرحلة المقبلة. ما أعرف يعني زملائي في الاستوديو إذا محضرين مادة إعلامية قبل ما أخذ الكلمة الأخيرة من ضيفنا، يعني دلاحظ أحبتي المشاهدين السيد قوبا طلباني أيضا يذهب إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بصوته وممارسة حقه الديمقراطي اللي كفل الدستور العراقي، وهذه يعني نقطة وخطوة إيجابية تحسب لجميع من يذهب ويدلي بصوته في هذا اليوم التاريخي المهم، يوم الاقتراع العام وتحديد مصير 4 سنوات مقبلة يتأمل فيها العراقيون كل الخير وتوفير العيش الرغيد والآمن وحياة إيجابية لعوائلنا الكريمة ولأطفالنا ولجميع الشعب العراقي بشكل عام. يعني هاشد للصورة اليوم يا أستاذ فرهاد.
أستاذ مسرور. نعم سيد قوباد وسيد مسرور كانوا يعني متواجدون في مراكز الاقتراع. شدل هذه المبادرة يا أستاذ فرهاد. هذه مبادرة أنه يعني يا شعب اتبعني. يعني المسؤولين الكبار عندما طيب. الشعب يرى أنهم يذهبون وأيضا يحسون حسهم خاصة هنا في الإقليم. أيضا الزي الكردي والأزياء العربية إلها فد معنى وإلها فد دلالة على روح التعاون والألفة والتكاتف وتوحيد الصف والكلمة وخصوصا في المرحلة اللي إحنا اليوم يستاذ شعب شعب السني والشيعي والكردي والتركماني والأقليات يعني وهذه باقة الورد الجميلة الموجودة داخل معلوماتك. العراق تختلف عن كل دول العالم كل العالم من شنو؟ يعني مثلا عندك في العراق نام معبد للأخوة اليزيديين طيب ما لا يوجد معبد في كل العالم اليزيدي. عندك أهل صابية عندنا في الجنوب فالعراق يعني بلد تختلف عن جميع البلدان إذا يحتاج إلى إن شاء الله تبقى هذه اللحمة وأيضا يعني والأخوة والمحبة بين أبناء الشعب الواحد. سماحة نعم. السيد مقتدى الصدر أيضا يعني منذ ساعات الصباح الأولى يذهب ويدلي بصوته ويمارس حقه الديمقراطي من أجل يعني توفير الحياة. احنا المهم اليوم ان شاء الله عندنا تكون المبادرة بهمة وبنسبة عالية من قبل المشاركين سواء كانوا افراد شعب او يعني مسؤولين. اهم شيء الشعب طبعا بالدرجة التغيير بيد الشعب مو بيد المسؤولين. نعم مو بيد الطبقة السياسية. استاذ فرهاد يعني الكلام معك جميل وكنت أتمنى أن يدوم الحديث لفترة أطول ولكن هذا ما يسمح به وقت تغطيتنا للساعات الأولى. لكن أريد أسمع منك كلمة أخيرة رسالة توعية رسالة إرشاد لمن تحب تتوجه بها في هذا اليوم المهم. تفضل. أولا أحيي شعب العراق العظيم شعب الحضارات طيب. وأناشد الأخوة الأعزاء شعبنا العراقي في كل مكان من أقصى إلى أقصى المشاركة بقوة وبفعالية في هذه الانتخابات من أجل تغيير المنشود إذا كنا نريد التغيير ونحن منذ سنتين تقريبا نناشد بالتغيير ونناشد بإبعاد الفاسدين. هذه فرصتك لإبعاد الفاسد وإبعاد التدخل الأجنبي وإبعاد المجرمين والسراق وأن تعود العراق أن يعود العراق إلى سابق أحدي إن شاء الله. إن شاء الله وهذا ما نتمناه ويتمناه الشعب العراقي بشكل عام. الأستاذ فرهاد زي الناقد كنت ضيفا عزيزا علينا اليوم جزيلا. وشكرا لجنابك الكريم وشكرا لهذه المعلومات القيمة اللي أفدتنا بها وأفدت بها مشاهدنا الكريم. كل التحية وتقدير لجنابك أستاذ فرهاد. إذا خلينا نقول تحية حب وتقدير وإجلال للعراق وشعبه العظيم. الرحمة والخلود لشهداء العراق جميعا. تحية حب وإجلال لقواتنا الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها ومسمياتها. الشفاء العاجل إن شاء الله لجرحانا. تحية حب وإجلال للجيش الأبيض أخوتنا من الكوادر الصحية أيضا اللي لهم دائما دور بارز وحيوي في جميع المناسبات وما تقل تضحياتهم عن تضحيات قواتنا الأمنية البطلة. تحية حب وتقدير وإجلال لكل من يضحي بنفسه ويقدم الغالي والنفيس من أجل تربة هذا الوطن. وتحية لكم مشاهدينا الكرام أينما تكونوا في ربوع وطن الحبيب. ألتقي معاكم إن شاء الله مساء وتغطية أوسع بعد غلق صناديق الاقتراع مع ضيوف آخرون. إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانتخب صح. شكرا استاذ شكرا جزيلا.